طب شباب، احنا هنبدأ دلوقتي في الجزء الثاني من المحاضرة. هو ما فيهوش أي حاجة جديدة، دي معلومة كويسة مش كده؟ ما فيهاش أي حاجة جديدة، احنا بس يلا هنروح، هنرجع عند البداية نروح. بس يعني كلها رياضة، يعني أنا دايما بقول احنا لو عندنا رياضة في الـ MRI أو في الـ Hemodynamics الموجودة فدي حسابات، كامل دي حسابات، واحنا دخلنا طب عشان احنا مش عايزين نعمل الحسابات دي مش كده؟ فاحنا هنفهم مع بعض شوية ده بس يعني هنروح. طيب احنا هنتكلم في نفس الكونتكست اللي حتى ما اتكلم فيه، يعني الـ QBQS ازاي نقيسها. النقط اللي احنا هنتكلم عليها المرة دي هي الترمينولوجي QBQS، وحتى قال جزء كبير منها ترمينولوجي وازاي نقيسها والكلينيكال امبليكيشنز بتاعتها، يعني بمعنى ان احنا ان ديفرنت في النورمال هنعرف نقيسها ازاي، بس شويه في الكونجنتال هارت ديزيزز المختلفه والبالانس سيركيليشن اللي حتم وراها لنا مينلي البند والشنتس بتبقى الدنيا محتاجه انك تفكر انت عايز تعمل ايه. طيب هو كيو بي كيو اس ده ترمينولوجي بيطلع لنا في الكونجنتال بس، يعني فجاه كده احنا عندنا كارديك اوتبوت، عندنا ستروك فوليوم، عندنا هارت ريت، وفجاه كده بتوع الكونجنتال كلمه كيو بي كيو اس ده برتغالي على فكره، الكلام المكتوب برتغالي. انا هنحاول نترجم الكيو بي كيو اس او اكشولي حتم ترجمها، يعني كيو بي كيو اس ده ترمينولوجي بيستخدمه بتوع كونجنتال بس، ولا عمرك سمعت عنه في سنه اولى ولا في سنه ثانيه ولا في الفيسيولوجي كلموك عن كل حاجه، فجاه كده احنا بنطالبك تبقى عارف يعني ايه كيو بي كيو اس. شيماء يعني ايه كيو بي كيو اس؟ كيو يعني ايه؟ فلو، ده باللاتيني كيو يعني فلو، احنا دي بترمز للفلو ماشي، وبي ترمونري، والكيو اس. طيب هو لما بنقول بس عشان قبل ما نخش في الكونجنتال، واحنا قصدنا بالكيو بي الفلو اللي بيعدي في النيم بالمونري ارتري، ولا الفلو اللي بيعدي في ال بي اي او الار بي اي ده قصدنا بيه، ولا قصدنا يعني ايه بالمونري؟ اللانكس. انا عايز اعرف الفلو اللي بيروح للانك بيروح لها من اي حته، وفي حته ثانيه اللانك بيروح لها فلو زي ايه؟ اسماء يعني اللانك ممكن يجي لها فلو من حته ايه غير اللي انا قلته؟ مركز، ده مركز، ده بالمونري بلس سبلاي، ده يتحس في حساباتك في الكيو بي مش في الكيو اس صح؟ عشان هو راح اللانج اللي موجوده فيه. طيب والكيو اس هو كل الفلو اللي رايح للسيستميك سيركيليشن، يبقى انا مش هدفي ان انا اعرف الفلو اللي معدي في المين بالمونري والسنترال بالمونري بس، هو ممكن على فكره يبقى الفلو بالمونري هو عباره عن اللي معدي في المين بالمونري زي كل الحالات النورمال، فاهمني اقصد ازاي؟ خلاص يبقى هو مش واخد تاني. لكن هو انا نوصل بالكيو بي، اصل احنا هنترجمها بعد كده بالمونري فلو، بس انا كتبتها هنا البلمونري سيركيليشن، انا عايز اعرف كل البلس سبلاي اللي بيروح لللانكس وات ايفر هو جاي منين، مش مهم الاورجن بتاعه، لكن از لونج از انه بيصب في اللانج يبقى ده محسوب عندي افكتيف بالمونري فلو، فاهمينها كده؟ دي جزئيه الاول. طيب احنا اتكلمنا عن القانون ده استخدمه حاتم وانا برده هستخدمه، ان احنا بنقول ان الفلو بيساوي ايه؟ بيساوي بريشر على ريزيستنس زي ما انت قلت يا خالد، بس انا هستخدم دلتا بريشر علشان نقول ايه وبيمشي ما بين نقطتين مختلفين، فلازم يبقى في فرق في البريشر، ولو ما فيش فرق في البريشر مش هيعدي، فاهمينها كده؟ طيب لو استخدمنا نفس القانون ده عشان نشوف الكيو بي الموجود عندنا نفك الدلتا بريشر ازاي يا زغبي، يعني انا دلوقتي عندي البلمونري سيركيليشن بتبدا منين وبتخلص فين؟ بتبتدي من الار بي ماشي، يطلع للفيسل، سيب الهارت، يعني هي بتبدا من البلمونري ارتري صح، وتلف لفتها كلها وترجع للهارت فين؟ في من البلمونري فيز صح، احنا ما بنتكلمش عن الكارديك تشامبر، احنا بنتكلم على الفيسز نفسها. يبقى انا دلوقتي لما اقول ان انا عندي فرق بريجر، يبقى انا المفروض ان بفرق بريجر في السيركيليشن نفسها، يبقى انا هفك فرق بريجر ده بايه؟ يبقى البلمونري فلو بيساوي فرق بريجر ما بين ايه وايه؟ برافو. يبقى احنا هنقول عليها هنا الدرايفنج بريشرز الموجوده عندنا هي البلمونري ارتري بريشر، يوجوالي بنستخدم الميل نطرح منه البلمونري فينس ويدج بريشر الموجود عندنا ونقسمه على الريزيستنس، يبقى دي اول حاجه احنا فكناها هنا فرق بريشر صح. نفس الكلام هنعمله في السيستميك سيركيليشن، امين في السيستميك سيركيليشن فرق بريشر في السيستميك سيركيليشن بتبدا فين وتخلص فين؟ بتخرج من الهارت منين؟ من الاورتا. وترجع للهارت ازاي؟ ترجع له. صح برافو عليك. يبقى احنا كده هنعمل اورتيك بريشر برضه بنستخدم المين، والرايت اترا بريشر عندنا حاجه اسهل السي بي بي اللي موجود عندنا، فاحنا لو حسبنا الفرق ما بينهم وقسمناهم على الريزيستنس بقى عندنا الفلو كده، فهمناها؟ طيب احنا لسه برضه ما قسناش، يعني احنا حتى بنتكلم على الكيو بي وانا دلوقتي برضه اتكلمت على الكيو بي، انا عندي ريزيستنس مجهول لغايه دلوقتي وانا بقول ان انا عايز اعرف فلو، انا عرفت بريشر بس مش كده؟ يبقى انا بقول ان انا عرفت بريشر، دي خطوه هتساعدني ان انا اعرف الفلو. طيب هو احنا ازاي بنقيسها؟ ازاي بنقيس الكيو بي كيو اس؟ يعني لما نيجي نقيس احنا فهمنا عايزين نعرف الافكتيف بالمونري سيركيليشن الرايحه والافكتيف سيستميك سيركيليشن الرايحه، تتقاس ازاي؟ حاجات الاولد بس ستيل جود الموجوده عندنا
موفيت ميثود ده اسم الراجل اللي اخترع الطريقة دي للقياس، ولسنين طويلة دي كانت الطريقة الوحيدة، رغم ان احنا هنقول عيوبها دلوقتي وليه بدأت في طرق بتريبليسة وفي طرق انت لازم في امراض انت لازم ما تستخدمهاش فيها. هو الميثود بتاعته في الميثود ده كانت عبارة عن ايه؟ هو بيشوف الديفيوجن اوف جاز ثرو ممبرين، خلاص احنا هندور على جاز موجود عندنا والديفيوجن ثرو ممبرين ده. طيب انا عايزه اشوف بلاد رايح لاورجنز، مش كده؟ مش دي فكره السيركيليشن، انا عايزه اروح اشوف بلاد رايح لاورجنز. اكتر حاجه من الممكن ان بيحصل فيها بتبقى ماركر عندنا في البلاد هي الاكسجين، صح؟ يبقى انا دلوقتي لو انا قدرت اشوف البلاد ده وهو رايح، نقول مثلا ان انا عايزه اعرف البلمونري سيركيليشن، فانا هشوف البلمونري البلاد وهو رايح بالاكسجين للبلمونري، واشوفه وهو راجع منها، واشوف كميه الامتصاص بتاعته. سهله كده، هو هي دي فكره فيك ميثود ببساطه، يعني من غير دخول في الفيزياء بتاعتها. هو الراجل ده استخدم الاكسجين كماركر وقال البلاد رايح راجع من الجسم ديفرنت اكسجينيشن، صح؟ الدي اكسجينيتد بلاد والاكسجينيتد بلاد، واكشوالي البلاد ما بيعملش حاجه في سيرة سيركيليشن غير ان هو في اكستراكشن للاكسجين الموجود منها. فقال احنا ممكن نحسب كميه الفلو اللي احنا عارفينه لو احنا عندنا الثلاث معلومات ده. لو احنا عرفنا مقدار الأبتيك بتاع الماركر ده، لو انا عرفت منه وهو رايح في الارتيريال سبلاي بتاع الاورجان ده هو قد ايه، والاكسجين برضو وفي البينا السبلاي اللي راجع من الاورجان ده يبقى عباره عن ايه. وقال والله الفلو هيساوي ايه؟ هيساوي مقدار الأبتيك ده اللي هيسميه الاكسجين كونسامشن على فرق الاكسجين الماركر ده ما بين الارتري والبينس بتاع البلمونري او سيستم سيركيليشن. فهمنا كده؟ يبقى فيك ميثودز دي اعتمدت ان هو هيستخدم الاكسجين از ماركر، بس هيشوف كميه الامتصاص الاكسجين كونسامشن اللي هي مجهوله وهتفضل مجهوله، يعني دي مجهوله انا ما اعرفش كميه الامتصاص قد ايه. لكن انا اقدر اقيس ببلاد سامبل اشوف الارتري وهو رايح للسيركيليشن ده الاكسجين فيه قد ايه، وهو راجع من السيركيليشن دي الاكسجين قد ايه، صح؟ يعني بيعتمد على اي شيء؟ بيعتمد على اي شيء. هي دي طريقه القسطره، يعني دي طريقه القسطره، وهندي امثله دلوقتي. خلاص فاهمينها كده؟ فاهمين لحد معايا كده؟ طيب نرجع مره ثانيه نشوف هي البلمونري سيركيليشن كان بتبدا منين وتخلص منين؟ زغبي انت اللي قلت بتبدا منين؟ بلمونري ارتري بلمونري فينس، صح؟ طب والسيستميك سيركيليشن بتبدا وتخلص ازاي؟ اورتا والار اي او الميكسد فينس زي ما هنقول عليها بعد كده لاسباب مختلفه، بس احنا هنقول عليها سيستميك فينس، مش هتتلخبطوا، مش كده؟ مش الاورتا ليه علاقه بالبلمونري فينس والسوبر فينيكيفا بيروح للبلمونري، دي مش السيركيليشن، دي سير السيركيليشن اللي موجوده عندنا. لكن البلمونري بتبدا من البلمونري ارتري وترجع لنا البلاد تاني بلمونري فين، بغض النظر ان هي بتبعته للاورتا مره تانية، بس هي دي البلمونري سيركيليشن سيستميك سيركيليشن، اورتا وتلف لفتها وترجع في الفينا سيستم. طيب فعشان كده اهي دي ببساطه الكيو بي كيو اس الموجوده عندنا كونستنت احنا مش عارفينه، هو مقدار الكونسامشن بتاع الاكسجين واختلاف الساتوريشن الموجود عندنا في البلمونري ارتريز والبلمونري فين تبقى دي كيو بي، والكيو اس الموجود عندنا برده كميه الامتصاص بتاعه الثابت ده والفرق ما بين الساتوريشن ما بين الاورتا وما بين الار اي او السيستميك ده. خلاص احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه حته الرياضه بقى، عشان دلوقتي احنا ايه البسط المقام، فنركز كيو بي على كيو اس، مش كده؟ مش هي فكرتها ان احنا بنقارن كيو بي بكيو اس، يعني بنقسم الكيو بي على كيو اس اعدادي بسط المقام وبسط المقام، لما بنقسم بنعمل ايه؟ شاطرين. طيب يبقى كده صح؟ هي كانت اسمه بس اتحولت ضرب، معلش عشان الحته دي لما بنسيبها بترجعوا تقولوا هو كيو بي ليه لقيت الاورطه فوق؟ ليه لقيت الاورطه فوق؟ عشان شويه كده وهتلاقي الاورطه بقى فوق. دلوقتي عملت ايه؟ عملت اكسجين كونسبشن اللي موجوده عندك في الكيو بي كيو اس اللي موجوده هنا. ثانية انا عملت غلطة؟ انا عملتها غلطة. طيب معنى هي كده. يبقى انا عملت ايه؟ الناقص عندي في المعادلة او اللي انا معرفوش الاكسجين كونسامشن، هو ده بيتحسب على فكرة، يعني بياخدوا اكستراكشن من التيشوز وكده، بس معظم الكاتب ما فيهاش الكلام ده، وزي ما بنقول ده واحد من الايرور الموجودة عندك. انا عاملة غلطة هنا، معلش انا عاملة غلطة عشان انا بقول لكم هي الرياضة. دي اللي صح، معلش الثانيه كانت غلط. طيب الكيو بي اللي موجوده عندنا احنا قلنا اكسجين كونسامشن قسمناها على البلمونري سيركيليشن بدءا منين ورايحه منين. هنا احنا قسمنا فعكسنا الوقت والمقام، صح؟ هي كده اكسجين كونسامشن على فرق
كده مش كده؟ ينفع الاثنين يروحوا مع بعض؟ هما دول قد بعض علشان وكميه الاكسجين اللي اللنجز بتديها للدم هي اكزاكت سيم اماونت اللي كميه الاكسجين اللي التيشوز بتستهلكها وهكذا. فهي ده في النورم. ده واحد بيتصنع حاتم بيتصنع عشان هو ده حاجه ولا حاجه غيرها بس هما قد بعض فنقدر نكسره مع بعض. فهمتوها كده؟ تنتهي من كيو بي كيو اس ربما بتقول كيو بي على كيو اس بس انت بتبدا بالساتوريشن الفرق ما بين الاورطا والار اي سيستميك سيركيليشن والبرمونري فينا سوبرمونري ار. فهمتوها جت منين؟ فهمتوا العكس بتاعتك اتنين رياضه بس مقام نطرح الاثنين من بعض. فهمتوها كده؟ طيب فهمتوها؟ حد عايز يسال فيها؟ واضحه ساره؟ واضحه فاتحه؟ اسماء؟ هي ساتوريشن هي بلاد سامبلز. احنا طول القسطره بندخل الشامبر دي يعني احنا بندخل القسطره وبنسحب بلاد سامبلز الموجوده عندنا. طيب انتوا فهمتوا مش كده؟ ورا وقلم. ايوه بقى مش دي معادله ده بي اس دي ده بي اس دي عادي كويس. انا حاطه المعادله هنا اهو عشان اللي يتوه يلاقيها قدامه ده ما غشش بس في الاول. طيب قلنا الريتال ار في ساتوريشن كان 80% والانفيريو بين كابس ساتوريشن 60% والبالمونري بين ساتوريشن 100% والبالمونري ارتي ساتوريشن 80%. حد يعرف يحسب الكي بي كيو اس كام؟ ورا وقلم. ماشي قول يا محمد. ماشي يا صاحبي ليه؟ الـ الـ aortic saturation 80% بالظبط minus mixed venous saturation which is the IVC ماشي ماشي والبلمونري بيز نطرح منها بلمونري ارتري تطلع 20 تطلع كبير كيو اس في العيان ده واحد يبقى العيان ده بالانسد مش كده؟ فاكر لما حاتم كان بيتكلم على الكي بي كيو اس في الشانس الموجود عندنا تطلع واحد. طيب نفس الكلام العيان تاني تطلع كام؟ قول يمين 90 على صح 190 على 10 تطلع 3 3 شوت 3 صح مبين صح. فهمتوا كده الفرق ما بينهم؟ فهمتوا احنا بنعمل فيها ايه؟ فهمتوا احنا بنحسب الشانس ازاي؟ طيب الطريقه دي كويسه قوي. هوب ان في سمثينج ديفرنت. سمثينج ديفرنت عباره عن ايه؟ هو انا بفترض دلوقتي ان الاكسجين مش في مساراته مش كده؟ يعني ان الـ ان الـ ان الـ الاورطه هيبقى هاب هاي اوكسجينيشن عن البلمونري في وجود الشمس الانتراكارديك شوك. لو احنا عندنا سنجل فنتركل زي ده وانا عندنا ميكسنج مش كده؟ ولو عندنا حاجه زي التوسنج بانك هو اكشوالي البلمونري ارتري هو اللي بيحل محل الاورطه بياخد هنا. فانت بتعتبر على تغير الماركر هو اكشوالي الديسيز نفسه بقى مغيره. يعني دلوقتي انت لما تلاقي مثلا زي ما حاتم قال التوسنج بانك الساتوريشن في البلمونري ارتري 100% هتحطه هو الاورطه وهي ساتوريشن السيركل بدأ او ناحيه ازاي؟ فاهمين يقصدوا ازاي؟ فعشان كده دي واحده من ضمن الميجور تشالنجز في حسابات القسطره علشان احنا بنفترض الاسامبشن اللي احنا كنا حاطينها في الاول ما بقتش موجوده. ما بقاش كل واحد فيهم خارج من التشامبر وبتبدا وبتنتهي. لا هم بقوش انسيرس هم بقوا برر الاثنين مع بعض. فدي اول مشكله من مشاكل القسطره. اكشولي الناس ما بتعتمدش في وجود التي جي اي يعني في حسابات الفسيولوجي ما بنعتمدش على القسطره نهائي. لو احنا لقينا عيان تي جي اي ما بنعتمدش على الكي بي كيو اس بتاعي. تاني حاجه هو احنا بنعتمد على ديفرنس في الاكسجين كده بنقول ان هو راح البلمونري باسكولار بيد من الارتيريال ورجع بينا السوازات او قل. هو ممكن يقل الاسباب غير الانتراكارديك شانت ممكن يقل عشان عيان عنده نيمونيا هو ممكن يقل عشان عندك هايبوفنتيليشن. هو انت البارامتر اللي انت بتتحكم فيه مش بس الشانس هي اللي ممكن تغيره صح. تاني حاجه الاحتوار اللي انا وحاتم قلنا عليه الاكسجين كونسامشن از هوموجينس ده مش حقيقي عشان العينين اللي في هارت فيلير ار لانج بترجع مره ثانيه لكن الاكستراكشن بتاع التشو بيكون بور الموجوده فيهم طريقه السحب بتاعتها. لذلك كتير من الاسامبشن في المعادلات دي هي دي كانت للونج تايم هي الميثودز الموجوده وفي ما عدا الكومبليكيتد كونجنتال هارت ديزيز زي السنجل فنتريكل وان السيركيليشن تبقى برر فيستر الطريقه بل. فاهمين اقصد ازاي؟ وتزيد القسطره عن اي طريقه نان انفيزيف هنتكلم عليها دلوقتي ان القسطره ستيل هي الطريقه الوحيده اللي بتقيس بريجر. فاكرين القانون اللي احنا قلنا عليه فرق بريجر ان الفلو بيساوي فرق بريجر في طلع ريزيستنس. عشان كده الطريقه الوحيده اللي بتحسب اي باسكولار ريزيستنس هي ستيل القسطره. فاهمين يقصد ازاي؟ يعني البريجرز ستيل لغايه دلوقتي بتتقاس بس بالقسطره والريزيستنس بتتقاس بس بالقسطره. فهمتوا الجزئيه دي؟
طيب فهمتوا الليميتيشن اللي موجوده عندنا هنا؟ طيب النون انفيزيف موداليتيز اللي موجوده عندنا هنقولهم دلوقتي الاكس راي مش كوانتيتيف. دلوقتي في بي كيو اس هنا كانت كالكوليتد مش ميجر. فاهمين حاجه؟ وبصي في فلسس جامده. تخيل لو عايز نبض جهاز السرعة ضغط يعني حد سحب من حته بدل من الثانيه حصل لخبطه في الساتوريشن اتلخبط على بعضه او فاهمين قصدي ايه؟ حتى كان صح الكالكوليشنز نعم او حتى كان صح او كان صح بس عندك سبب غير الشمس سبب غير الشمس يغير لك الساتوريشن كيو بي كيو اس والريزيستنس تبقى كالكوليتد مش دايركتلي ميجر. البريشر هو الحاجه اللي دايركتلي ميجر موجود. البريشر طبعا بيبقى دايركتلي ميجر انما الكيو بي كيو اس والريزيستنس هما كالكوليتد من بعض. يعني انت حسبت ده البي او 2 كونسامشن هو محتاج لاب عنده كتير من السوفيستيكيتد ماشين بيدخلوا الهيماتوكريت فاليو والهيموجلوبينز وكده عشان يعرفوا الكونسامشن. عشان كده لما تشوفوا في اللابس اللي بتشتغل هيمودينامكس ان فيري ادفانسد واي هتلاقوا ان مع كل عينه هو عايز يعرف الهيموجلوبين بتاعها كام عشان يقدر يحسب الاكستراكشن بتاعتها. فاهمين قصدي ازاي؟ في وجود السنجل فنتريكل وفي وجود التي جي اي بتنتفي هذه الحدوته. هي ما بقتش اساسا انسيرس هما ما بيسلموش بعض فاحنا ما بنستعدلوش طريقه. طب في النون انفيزيف موداليتيز احنا قلنا الاكس راي هي مش كوانتيتيف. يعني الاكس راي ممكن تقول لك والله هي كيو بي زياده ولا قليله وما تخفلوش دور الاكس راي. يعني كتير من قراراتنا بتتاخد على الاكس راي وانا بعرف الكيو بي زياده ولا قليله منها بس في نهايه الامر انا ما بقيسهاش. انا عارفه ان الكيو بي زياده بس يعني 4 ولا 6 1.5 ولا 3 فاهمين. طيب الالترا ساوند الايكو هو نوت اكوريت انيمور. لما يعني من 15 سنه كده لما احنا كنا بندرس في الايكو كنا بنحفظ المعادلات والال بي او تي ونقيسها ونعمل بس هي نوت اكوريت انيمور ومبقاش في البراكتس. يعني مبقاش حد بيطلع ريبورت ايكو دلوقتي ويقول والله انا بحسب بيه الكيو بي كيو اس من كتر الفالسز اللي موجوده عندنا. ريسيرش اشتغلوا عليه في ال 10 سنين اللي فاتت او 15 سنه اللي فاتت بس الفالسز كتيره لذلك ما حدش يضيع وقته فيها. ما بنحسبش الكيو بي كيو اس بال. هيبقى عندنا الام ار اي. الام ار اي بقت جولد ستاندرد للميجرمنتس للكيو بي كيو اس زي ما هنمشي بالتفصيل دلوقتي. بس الام ار اي مش للبريشر ومش للريزيستنس فلذلك تتنيت منطقي لو المين لو 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 السؤال انت عايز تبعت عيان نخرج بره الموضوع انت عايز تبعت عيان فور سنجل فنتريكل ريبير وانت فارق معاك البريشر بتاع البلمونري ارتري عشان تعمل جلين فانت محتاج تسمع رقم. انت مش محتاج تسمع مني ان كيو بي كيو اس على فكره عاليه انا عايز اسمع رقم فايتوايز انف انك انت لو العيان هيعمل حاجه واحده يبقى ايه السؤال بتاعها. لكن استنى لغايه دلوقتي ام ار اي ما بتقيس بريشر واكوردنج للام لول اللي احنا قلناه مش هنعرف نطلع ريزيستنس لان احنا ما عندناش دايركت بريشر. فاهمين قصدي ازاي؟ فاحنا هنتكلم مني على ان احنا بنقيس كيو بي كيو اس المره دي. فاهمين كده احنا بنتكلم على ايه؟ طيب التكنيك اللي بنستخدم بيه الام ار اي بنحب نصعبها شويه يعني او الاسم الاوفيشال بتاعه اسمه فيس كونتراست ام ار اي فيس كونتراست ثاني ام ار اي. الكلام ده بنشتغل بيه من سنه 1980 وده ان فيفو اول مره. دلوقتي في الجايد لاينز اللي موجوده ان احنا بنستخدم ال 2 دي فيس انكودنج ام ار اي فلو ان احنا نقيس بيه الفلو اللي ماشي. هنقوله دلوقتي هو عباره عن ايه. هو عباره عن اللي انتم شايفينه ده الام ار اي فيها سيكونس من السيكونسز بتاعها او طريقه تصوير او سكان يعني بنسميه الدوبلر بتاع الام ار اي. ننسى اسم المكعب اللي فوق ده بنقول عليه فلو ايمجز او بنقول عليه الدوبلر بتاع الام ار اي. طب الدوبلر بتاع الام ار اي ده عنده حاجتين. هو بيديني صورتين ملزوقين في بعض كده الصورتين دول بيعبروا عن حاجه واحده واكشوالي هم شايفين استراكشر واحد. صوره منهم اناتومي شبه الاناتومي كده هنبص عليها وصوره منها شبه التلفزيون لما كان بيقفل زمان ما بقاش بيقفل بس انتوا عليكم تتخيلوا ان ده الارسال لما كان بيوش ده الصورتين دول بعد ترجمه بس التلفزيون على زمان لما بيقفل يعني انت مش عارفه التلفزيون كان بيجي عندنا اوقات محدده بس الكلام ده مثلا في السبعينات فكان ما بيقفل تفتح التلفزيون الساعه 9 تلاقيه نقط سودا زي كده وصوت بقى لغايه ما يبداوا بقى يشتغلوا الصبح. ف انت فاكر حاجه زي دي؟ الصورتين دول دايما هيبقوا ملزومين في بعض كويس. يعني الصورتين دول مش بيبقوا مختلفين عن بعض الصورتين دول دايما ملزومين في بعض. واحده بتديني الاناتومي والابيض والاسود اللي انتوا يعني انتوا شايفين اللي موجود هنا هنشرحه شويه بالتفصيل. هو عباره عن كويلز للتصوير بتخلي كل الاستاتيك تيشو لونها جراي. يعني شايفين هنا الليفر والانتيريور وول والبوستيريور وول لونها جراي
كويس، هي بتطرحهم من بعض فيبقى الستات اكتشفوا لونها جراي. الحاجه الوحيده اللي هتكود ايه هي الحاجه اللي بتتحرك. فالحاجه اللي بتتحرك عندنا هي ايه؟ البلاط اللي معدي. هتدي له لونين، يعني هي هتدي له لونين بس موجودين فيها، يا اسود يا ابيض. يعني هتدي لونين فيها ما فيهاش الوان، اسود وابيض، اسود وابيض على 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 اساس على اساس ايه؟ زينا زي الايكو. لو الفلو رايح ناحيتك في وشك يعني بيبقى لونه ابيض، لو الفلو رايح بعيد عنك بيبقى لونه اسود. في حاجات تانية زياده مش هنزود فيها، لكن هي ببساطه كده الابيض مرادف للاحمر في الايكو، والاسود مرادف للازرق في الايكو، ان هو رايح رايح ناحيه السلايس او بعيده عنها اللي انت حاططها. خلاص فهمناها كده؟ يبقى هو ده عباره عن سيكونس بيصفر كل الحاجات اللي استاتيك، والحاجات البلاد اللي بيتحرك بيكودت. والسيكونس ده زيه زي الدبره بفيلوسيتي، يعني ايه؟ متر ونص، مترين، ثلاثة، أربعة. احنا عندنا زراير في الام ار اي بنغير بيها الفيلوسيتي، فعشان كده بنكتب على السيكونس من بره. احنا عملنا الفلو ده عند متر ونص، عملنا الفلو ده عند مترين، عملنا الفلو ده عند ثلاثة. فاهمني اقصد ازاي؟ زيه زي فكره الايكو بالظبط. طيب نبص كده، الفلو ده ممكن ناخده على طريقتين. الطريقه اللي احنا هنستخدمها المره دي ان احنا نيجي عند اي بلوك بس ونقطعه بالعرض، ونبص عليه كدايره، نبص عليه كدايره ونشوف كميه الفلو اللي معدي جواه. كل اللي حواليه هيبقى ستاتيك، هيبقى لونه جراي. هنوقف. طيب هو السيكونس ده بيقطع الجريد بسل بالعرضين، هيقطعه بالطول، بس احنا مش هنتكلم عليه دلوقتي. احنا لما بنقطع الجريد بسل بالعرض بنبص على كميه البلاط اللي معدي جواه، كويس؟ فهمتوها اقصد ازاي؟ كل اللي حواليه هيبقى ستاتيك الا الدايره اللي موجوده جواه. طيب احنا لما شفنا ده واحنا فاهمين اناتومي، مش كده؟ ده الاسترنم اللي موجوده قدام. ايه اللي ورا الاسترنم على طول؟ الار دي. ايه بتاع الدايره اللي موجوده دي؟ ده ايه؟ ده فيربينيكيبا رايت اتريوم ار بي، كانه شورت اكسس. ايه ده؟ اورتا، صح؟ بايكاسبيد فالف، مش كده؟ طيب والفلو اللي معدي جواه احنا هنكود الفلو ده بعد ما بنخلص سكان خالص، يعني بعد ما بنخلص سكان والعيان يروح مش على الاسكانر. احنا ناخد الداتا دي كلها، الداتا دي زي ما قلنا زمان الداتا دي بتتحرك، مش كده؟ شايفينها از سيني، معناها ان احنا ثرو كاردياك سايكل خدنا صور متعدده ديورنج الكاردياك سايكل كلها، يعني ديورنج سيستولي اند دايستولي، فبقينا مغطيين الكاردياك سايكل كلها بالصوره دي. الصوره دي حوالي بتبقى حوالي 30 صوره مثلا، اللي هي انت شايفها دي بعد ما العيان يروح ويخلص سكاني، ده اسمه بوست بروسيسنج. احنا بنقعد نرسم دواير على البلاط بسل اللي احنا قطعناه كدايره، خلاص؟ اوفر ذا تايم اللي انت شايفه ده، ده الكارديك سايكل اللي موجوده فيها من اول السيستولي والدايستولي، كويس؟ يبدا هو يكالكوليت كميه البلاط اللي عدت جوه الاورفيس ده، ويبدا يبلوتت اجينست ده، فيبقى عندك الكيرف ده الاكس اللي موجود عندنا ذا تايم، واللي موجود عندنا هنا ده ملي لتر اريا اندر ذا كيرف، يطلع لك فلو الملي لتر برمانيت من غير اي اسامبشن. دي قياسات، فاهمين يقصد ازاي؟ دي قياسات، هو عدى من الفيسل ده قد ايه. ينفع لاي فيسل موجوده عندك، يعني ينفع للاورتا، ينفع للبالمونري، ينفع للال بي اي، ينفع للار بي اي، ينفع للسوبيريو فينيكيبا، ينفع للانفيريو فينيكيبا. اي اسطوانه معدي فيها بلاط السيكونس ده بيصفر الباك جراوند اللي حواليها ويشوف البلاط اللي معدي فيها ده عباره عن ايه. نقطعه دايره ونقعد احنا بعد ما نخلص نعمل كونتورنج، نرسم عليها اللي هي الاريا اللي موجوده فيها اوفر ذا تايم اول اوفر ذا كارديك سايكل. فعندنا سيستولي ودايستولي اللي موجوده فيها، ونشوف الملي لتر يطلع لنا ده اوتوماتيك، مش احنا اللي بنرسمه يعني، يطلع لنا اوتوماتيك. فيبقى عندنا الاورتا عدى فيه كذا ملي لتر بير مينت، والبالمونري عدى فيه كذا ملي لتر بير مينت. ملوش دعوه بالاكسجين اللي موجود فيه، ملوش دعوه بالاكستراكشن اللي موجوده فيها، ما يعرفش البلاط، هو هي فلويد هيمودينامكس. فهمتوها؟ فلذلك هي فهمتوا ليه الام ار اي جولد ستاندرد في حسابات الكيو بي كيو اس؟ عشان انا ما عنديش اي اسامبشن موجوده فيها، انا بقطع كروس سكشنال وببص هو اللي معدي في الكروس سكشنال ده عباره عن قد ايه، وبقول والله انا عدى عندي في الاورتا كذا ملي لتر بير مينت، وبعد عدى في البلمونري كذا ملي لتر بير مينت. فهمتوها؟ حد عنده اي سؤال في السيكونس ده؟ انا شرحته بطريقه مبسطه، الناس طبعا اللي بتصور قولي قولي اسئله. يعني معايا دكتور
اي عيان ينفع يدخل الام ار اي ينفع نسيب له كي بي كي اس. اي عيان ينفع يدخل الام ار اي عيان ينفع برضو الام ار اي ستيل ان ايرلي بيجنر. لكن اي عيان ثيوريتيكلي اي عيان ينفع, بس اي عيان ينفع يدخل الام ار اي عيان من غير بسميجا, عيان كبير مش محتاج ينام او هينام, فهماني اقصد ازاي؟ لكن فهمتوا الفكره كده؟ الفكره مش ببساطه. كنا روحنا بقى خلصنا كده, فاحنا روحنا يعني ما كناش عملنا انجاز يعني اللي لغايه دلوقتي لو السؤال كيو بي كيو اس احنا مش محتاجين نعمل اسطر, ممكن بام ار اي, ده المسج احنا عايزين نقولها. لكن مش دايما السؤال بيبقى كيو بي كيو اس بس بريشر او ريزيستنس ستيل مش في الايرا بتاعتنا. هنسمي السيكونس ده, احنا عرفنا ازاي نلاقي السيكونس مش كده؟ ما عندناش في الام ار اي صوره شبه التلفزيون اللي بيوش غير الفلو قدامها على طول الاناتومي, هنتعلم بعد كده نشوفها ازاي لان مفيش صوره في الام ار اي زيها. فاحنا لما نحب نعرف صور الفلو احنا كاسوان بنكتب عليها فلو, بنكتب تحت هتلاقي كابشن للصور, بس انت لو حبيت تدور لوحدك هتعرف تلاقيها, افتح اي ستادي ام ار اي هتعرف تلاقيها. هنسميه ايه الايمجر؟ هيسموه فيس كونتراست سيني ايمجز, بقيه البشريه هنقول عليها فلو دوبلر للام ار اي وات ايفر, كل الترمينولوجي صح. طيب يبقى معنى ذلك هنعمل ايه؟ احنا هندور على البسل ده اللي هو البلمونري واروح قطعه دايره. فايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيطلع عندي الصورتين دول جنب بعض, الصوره دي اسمها اناتومي او ماجنيتيود, ده الاسم الفيزيكس بتاعها. هيطلع كده الدايره اللي موجوده عندنا اقسمها اول اوفر ذا كارتيك سايكل اللي موجوده فيها, يطلع لي كيرف فاعرف عدى منها قد ايه, صح؟ نفس الكلام هنعيده ده خليني اخلص الاول الاورطه. نفس الكلام هنعيده للاورطه, هنيجي عند حاجه باين فيها الاورطه ونقطعه. الخط الازرق ده معناه احنا بنصور ازاي, قطعناه يعني احنا عمودين عليه, هيبان عندنا السيكونس اللي هنصوره هيبان على انه دايره, نرسمها اوفر ذا كارتيك سايكل يبقى عندنا الاورطه, صح؟ بس احنا بس في الام ار اي ينفع نصور كل حاجه. هو احنا دلوقتي مش قلنا ان البلمونري سيركيليشن دي عباره عن سيركيليشن يعني رايح وراجع منها, صح؟ فراح لها البلمونري ارتري, راجع منها ايه؟ بلمونري بينز. فينفع نقيس البلمونري بينز؟ مش احنا بنقول ان احنا ينفع نقيس كل حاجه؟ طيب انا عندي صوره للاربعه بلمونري بينز اهو, هو انا لو جبت الاربعه بلمونري بينز اللي موجوده فيهم وعملت كل واحد كروس سكشنال زي كده, قطعت عليه مش ده عباره عن تشوف ما عندي فيها؟ يبقى انا عندي اربعه بلمونري بينز اللي موجودين فيها, يبقى انا عندي ده كيو بي. ايه علاقته بالبلمونري ارتري النورمال؟ يعني لو قست البلمونري ارتري والبلمونري بينز الاثنين يطلعوا اربع. طيب على هذا النطاق لو انا عندي كيو اس هي الاورطه, ايه المرادف ليها؟ اللي هو راجع منها, برافو عليك. اس بي سي واي بي سي اصورهم ازاي؟ عادي اجي عند الاس بي سي بالام ار اي, واحده من جريت ادفانتج بتاعت الام ار اي ما عندهاش ليميتيشن في الاكوستيك ويندو. لو انت عايز تجيب الكاروتيد وانت بتصور العيان هتجيبه سبيرو بنكيب اهو, قطعته دايره انفيرو بنكيب, انا اقصد قطعناه دايره وصورناه. السبيرو بنكيب قطعناه دايره رسمنا عليه كونتورز بعد ما العيان مشي, بقى عندنا مليليتر بير مينت, كويس؟ طيب يبقى احنا كده تريكا الكيو اس بالام ار اي ليها حاجتين, ايه وايه؟ اورطه وفلو سبيرو بنكيب والانفيرو بنكيب الاثنين بيساووا بعض, مش كده؟ طب والكيو بي يا اما البلمونري ارتري والبلمونري فينس فلو, فاهمينها كده؟ نعم. هو برضه في الام ار اي برضه بضرب اي سي 3 او اي سي 6؟ لا خالص, ما بضربش بيها باي حاجه, انا بقاسهم ليه؟ زي ما احنا قلنا من الاول اتس دايركت ميجرمنتس اتس كوانتيتيف, انا بقاسها. اللي انت بتعمله ده في الميكس فينس عشان تافويد الايرورز في الاكسجين كونسبشن, فانت بتعتبر ان الميكس فينس اللي موجود عندك تاخده من الاثنين فتحاول تقرر الايرو, ولو عندنا اي اس دي ما ناخدش سانس بنوسس مثلا, ما ناخدش نبعد شويه. لا انا هنا ماليش دعوه بالماركر اللي ماشي فيه, انا بقيس هو التيوب دي عدى فيها بلاد قد ايه. طيب احنا كده المحاضره المفروض خلصت مش كده؟ احنا حسبنا كيو بي كي اس بقى نروح. لا احنا عندنا سورس اوف ايرورز, والسيكونس ده احنا هو بسيط وحلو ولطيف, واحنا حسينا كده ان خلاص الكي بي كيو اس نحسبه لكل عيان وخلاص. احنا ايه يعني سورس اوف ايرور الموجوده عندنا؟ اول سورس اوف ايرور هو احنا قلنا احنا لازم نبقى بربنديكولار على البسل مش كده؟ عشان احنا عايزين هنقول عندنا هنا لو احنا مش بربنديكولار, ادي بسل اي حد فيهم موجود فيهم وانا قطعته كده هتبقى
الكروس اريا اللي انا هتريس الكروس اريا هتبقى دي صح. طيب انا ما شفتش البلمونري وهو بيلف اللفه بتاعته دي ولا الاورطه وما عرفتش اقطع عليه وبتاع، قمت انا قطعته بالورد كده كويس. كروس سكشن هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده صح. وما انا لما تريس حواليها ما انا هتريس فلو برده، بس انا مش بديكور عليه صح الموجود هنا، فانا هاخد اريا اكتر واخد فلو اكتر. طيب ده ايرور مشهور جدا جدا، لذلك واحده من ضمن الحاجات اللي هي اقرب للنظام عندنا مفيش فلو يتاخد على الا على تو اورثوجونال بلينز. يعني ايه تو اورثوجونال بلينز؟ مش احنا ورينا الفيو ده من شويه اسمه بالمودري الموجود هنا ما بيتاخدش عليه، لازم اقطع قط تاني بربنديكولر على ده، يعني اعمل بربنديكولر ده عشان ابقى انا بربنديكولر 90 درجه في تو اورثوجونال بلين، يبقى انا متاكده ان انا الزاويه بتاعتي 90 درجه عليهم. لكن ينفع ان انا اكون 90 درجه على هنا لان اي بس في الدنيا 3 دي ستراكشر صح، فينفع اكون 90 درجه على هنا بس ما بقاش 90 درجه على هنا، فتبقى ابليكتك شيب. لذلك واحده من قوانين الفلو اللي الناس بتصور عارفاها، ما تصورش فلو على بيسل في اتجاه واحد، بنصور البيسل على وكل الناس عارفاها، يعني اقصد يعني ده كومن، دي كومن ما بيننا علشان تطلع. وانا بتاكد ازاي وانا مش موجوده على السكانر ان البيسل اتاخد بربنديكولار؟ ان البيسل طلع دايره، البيسل استحاله يطلع على دايره الا اذا انت كنت 90 درجه عليه. لو انت مش 90 درجه عليه هتلاقيه اوفر شيب، وده ما تقبلوش في الاناليسيس. فهمتوا ده؟ لذلك نفس الكلام في الاورطه، ده الاكزامبل اللي انا وريته المره اللي فاتت ان احنا بناخد الاورطه صح، بس احنا ما بناخدوش كده، احنا لازم ناخد على طول اورثوجونال بليز عشان نتاكد ان الزاويه 90، والسيفيرو بينيكيبا والانفيرو بينيكيبا والبالمونريز وكل حاجه. فهمتوا يعني مفيش فلو بيتغير طول اورثوجونال بليز. هو احنا فهمنا دلوقتي هو احنا ليه بنتراجع خطوتين ثلاثه عن قياس البالمونري بينز؟ عشان هو ينفع اجيب الاورطه اورثوجونال بليز، وينفع اجيب البالمونري ارتري اورثوجونال بليز، وينفع اجيب السيفيرو بينيكيبا والانفيرو بينيكيبا، ينفع اجيب هجيب انه واحد من البالمونري بينز، وهم يا ترى اربعه ولا داخلين بكومن اوريجن، وهم اربعه ولا خمسه؟ فاهمني اقصد ازاي؟ لذلك البالمونري بين ثيوريتيكال سبيكينج هي اكتر حاجه ممكن تقيس بيها، اكتر ادق حاجه ممكن تقيس بيها البالمونري بينز، بس اكتر حاجه فيها فالاسيس، عشان انتوا فهمتوا دلوقتي ان احنا لازم نبقى اورثوجونال بلين. وهم بقى كان عددهم كام؟ هم فاهمني اقصد ازاي؟ فعشان كده بنتراجع خطوات كتيره، وكل ما يكون عندنا اوبشن تاني ان احنا نعرف بيه الكيو بي غير البالمونري بينز بنروح له، عشان الفالاسيس كبيره في حسابات البالمونري بينز. فهمتوا جت منين؟ طيب انا وريت مثالين بس على الاورطه والبالمونري، بس يو جوت ذا ايديا ان مفيش فلو بيتاخد غير بتو اورثوجونال بلينز. تاني حاجه معانا كده مشكله تسمعونا، بنقول العيان الاي اف ما يدخلش ام ار اي، مش ما يدخلش كل الام ار اي، في سيكونسز ما بتاثرش فيها الاي اف، هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي نتكلم بالتفصيل بالامج. لكن الفلو مش احنا دلوقتي قلنا عايزين نعرف الفلو during the cardiac cycle الموجود عندنا، يعني during systole وdiastole، لما انا يبقى عندي irregular RR interval هو انت هتاخد في انهي سايكل؟ هتاخد الكارديك اوتبوت او الفلو اللي موجود عندك في انهي سايكل؟ لذلك الديث اريثميا بانواعها الاي اف الاكتوبكس البي بي سيز كده، لانك انت مش هتعرف هو هيصور على انهي RR interval اللي موجوده عندك هو خد لك. فاحنا لازم واحده من ضمن شروط الفلو اناليسيس ان البيشنت يكون ان ريجولار ريزم ساينس نودل هارت بلوك وات ايفر، بس هو لازم تبقى الار ار انترفال اللي هو بيخرج فيها الفلو تبقى نفس الار انترفال اللي بيخرج فيها الاورطه ايكوال تقريبا للار انترفال اللي انت هتحسب فيها اللي بيخرج فيها البالمونري، ولا انت كده هتبقى بتقارن حاجات مالهاش دعوه ببعضيها. لذلك واحده من ضمن الاستادز اللي ما بنعملهاش، يعني ممكن نقبل الاي اف في حاجات ثانيه لكن ما بنقبلش اي اف في فلو اناليسيس. فهمتوا كده ليه احنا بنقول ان احنا مش هنقبل اي اف في فلو اناليسيس؟ طيب دول الحاجتين اللي ليهم علاقه فيها. ده الشكل اللي موجود عندنا، ده كات سكشن، ده صوره اللي هي الفيلوسيتي صوره الدوبلر من غير الماجنيتيود انا شايلاها، ده البالمونريز مش كده؟ ايه اللي قدام البالمونري ده؟ الاسندنج. وايه اللي تحت ده؟ مش معنى ده ابيض وده اسود؟ بالظبط اتجاه السايز او اتجاه البروف، زي ما بنقول في الايكوتس اتجاه السايز، وده الموجود ده السيفيرو بينيكيبا مش كده؟ لونه رمادي او اسود نفس الديسندنج تحت. انت بتتكلم على تحت صح. طيب ده الالوان واضحه وصريحه، قارنوا معايا بالالوان دي ايه الفرق ما بينهم؟ ايه اللي حصل هنا؟ هي نفس الكات بس ايه اللي حصل؟ رفعنا ايه اللي حصل؟ مش انا عارفه ان احنا رفعنا بس ايه اللي حصل؟ الالوان ما بقتش واضحه صح؟ يعني ده مش ابيض
وده مش اسود كلهم جرايش. هو اللي حصل زي ما بيقول امين احنا رفعنا الفنك رفعناه فجاه كده يعني بدل ما كنا عاملين احنا المفروض نشتغل زينا زي الايكو نشتغل على متر ونص وبعدين مترين وبعدين ثلاثه علشان نعمل واحد قرر ان هو يريح نفسه هوريكم عيوب الفنك القليل او البلوس القليل وقال لك ايه انا مش هتعيد كتير البتاع ده انا هشتغل مثلا على 5 متر بالسكند. هو ده اللي حصل. هي الام ار اي بتعمل ادرجنج للسيجنال الموجوده عندها فهي هنا ما قدرتش تحدد السيجنال. فلما تشوف الفلو بالمنظر ده ده فلو مش اكريت لان هو رفع الفنك قوي فبدات تعمل تسقط بوكسلز موجوده فيها فبقت بقت الصور كده فاهمني الالوان مش مفرقه عن بعضها. طيب لما نشوف الصوره دي الصوره دي ايه الابيض ولا اسود هي عباره عن ابيض جوه اسود مش كده. ده كان المفروض يبقى الاسنج او ورطه صح كان المفروض يبقى توتالي ابيض ايه اللي حط فيه اسود وده كان المفروض يبقى توتالي اسود ايه اللي حط فيه ابيض. استخدمنا بلوستي اقل من اللي هي المفروض نستخدمها فحصل الاليزنج اللي بيحصل في الايكو. يعني ايه الاليزنج بيقص البلوستي ويلزقها في اي حته بيلزقها في اي حته بعكسها فهنا كان المفروض تبقى جواها بيضه بس مثلا دي 4 متر فهو انت بتشتغل ب 2 متر يروح قصص لك البلوستي اللي هو مش عارف يحطها زي ما بنقص كده في الدوبله ويروح لزقها بس بيلزقها باللون المختلف. لذلك ده ما بيتعملوش اناليسيس ده كومبليتلي رونج. نروح نقول طيب مش انت بتشتغلي دوبلر في الايكو صح؟ لو استخدمتي دوبلر في الايكو كونتينوس على فيلوستي قليله يعني مثلا لو انت عندك اورت ستينوزس مثلا وانت المفروض تبقى الفيلوستي عندك 4 متر وانت استخدمتي على السكيل 2 متر ايه اللي بيحصل؟ ما بتشوفيش الانفلوب كامل بتشوفي الانفلوب عامل بتشوفي الانفلوب عامل حاجه زي كده يعني انت المفروض ده الانفلوب كامل صح؟ انا ده على 4 متر انا جيت رسمته على انا هشتغل على 2 متر هو هيرسم لي نص الانفلوب كده ويجيب الحته دي يروح حاططها لي فوق كده صح مش ده اللي احنا بنشوفه في خط الدوبلر. يعني ان هو ادي السكيل بتاعي اهو انت ما اديتلوش سكيل عشان يكمل بقيه الانفلوب فيها بيقصها بيقصها ويلزقها فوقيها. في الام ار اي بيعمل نفس الطريقه هو هنا الفيلوستي اللي انت استخدمتها قليله عليه بيعمل ايه بيقصها ويلزقها بس القص واللزق ده يعني كانك حطيت حاجه في المرايه هرجع عكسها فهنا الفلو كان المفروض يبقى ابيض كومبليتلي لقينا بوتس سمراء جواه كده دي بلوستي عاليه انت مش انكودد صح. هنا كان المفروض الفلو كله يبقى اسود في بوتس بيضاء يا ليه البوتس البيضاء دي بلوستي موجود فيها. لما الاوبريتورز او الدكاتره بيلاقوا الكلام ده على السكان بيعيدوا مره واثنين وثلاثه لغايه ما يوصلوا للبلوستي اللي الفلو فيها لايجه ساعتها ممكن نرسم عليها كونتورز ونطلع اللي احنا شفناه لكن ده مش هيطلع لنا اي ده. فهمتوا فهمتوا ليه الاوبريتور ده اللي هو الصوره الاولانيه عشان هما بيعيدوا 6-7 مرات يعني هو بيقعد يعيد السيكونس فممكن واحد يريح دماغه ويقول لك ايه اشتغل على 5 متر من الاول. لو اشتغل على 5 متر في الاول هو هيلوز بوكسلز فالقرايات دي مش هتبقى صح. لذلك الفلوهات بنشتغلها على 2 اورثوجونال بلينز بنبدا من اول متر ونص ونزيد بالنص متر متر ونص مترين متر ونص ثلاثه لغايه ما نخلص الفلو. فهمتوها دي السورس اوف ايرورز الموجوده فيها عندنا. يعني احنا قلنا دلوقتي ما تبقاش اورثوجونال ان انت يبقى عندك اريثميا ما اخترتش الفلوستي الصح. في حاجه ثانيه ان العيان يبقى بيعيط بينهج موشن ارتفاكتس انتوا شايفين ازاي هي دي نفس الصوره اللي موجوده عندنا اورثو وبالمونري بس عندك ارتفاكتس موجوده فيها دي واحده من ضمن الايرور الموجوده فيها. ثاني حاجه عندنا في الايرور ايه البتاع اللي موجوده قدام دي دي اللي استرنا ايه الحفره دي خرم دي ايه دي اللي استرنا ايه البتاع دي وانا يعني هو انتوا اشتركوا وايرز المجموعه دي كلها ايه البتاع دي وايرز مش كده دي شايفين هنا عملت ارتفاكت ازاي شايفين لما جينا شفنا الفيز انكودنج بقى فيها ارتفاكت ازاي يبقى دي ان افايدبل ارتفاكتس بي اوير ان الفلو ان ده ممكن يعمل لك مشاكل فيها فلازم تبقى انت بعيد عن الحاجات دي او تقول انك مش عارف تريبورت. لو عندك ستنت في المكان اللي انت عايز تقيس عليه مش هتعرف تقيس عليه. اي حاجه ميتال بتدي فيرومجنتيك ارتفاكتس فاحنا مش هنعرف نقيس هنا بس هنقيس فوق او نقيس تحت لكن عند الحته دي مش هنقيس. فهمنا كده مشاكله معظم مشاكلنا افايدبل دي محتاج تفهم انت بتصور ايه ومحتاجين صبر ومحتاجين الناس تبقى قاعده في السكانر زي ما الشباب عندنا بيعملوا. طيب احنا
احنا بنعمل ايه عشان نصدق ان قراياتنا، احنا بنصدق جدا في قراياتنا ونبقى عارفين ان القرايات دي صح، بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها internal validation. كل ستادي اي سنتر بيشتغل بيعمل لنفسه internal validation method. هنا بعتك بقى رياضه تاني ان احنا نفكر كده. طيب احنا لو شفنا بالانترنال فاليديشن الموجود عندنا الكات ده كات شهير جدا اللي هو كات الاورطه، والاورطه اسندنج وديسندنج اللي موجود عندنا كات بيتاخد في كل الاورطات. هو ده الاسندنج اورطه مش كده؟ وده الديسندنج اورطه. هو الفرق ما بينهم ايه؟ اللي طلع في هذا الزمن ما بينهم راح ايه؟ يعني اسندنج اورطه طالع من الهارت ادى ارش وادى ايه؟ وهيد باسلز. والديسندنج اورطه اللي موجود فيها الهيد باسلز والنيك باسلز دول هيرجعوا الهارت ازاي؟ ملاس بي سي. يبقى الفرق ما بين، لو انت قرايتك صح، يبقى الفرق ما بين الاسندنج اورطه والديسندنج اورطه لما تطرح الاثنين من بعض لازم يدوك ايه؟ ملاس بي سي. اند يو جوت اس بي سي فور فري. هو الاس بي سي موجود عندك هنا وانت قطع اورثوجونال من غير ما تبقى انت قصدك، لان انت لو بربنديكولار على الاسندنج اورطه فانت بربنديكولار على ورا وقلب. الاسندنج اورطه 71، الديسندنج اورطه 42. سوبر بنكبه كام؟ 26. احسبوها هتلاقوها طالعه 26. خلاص 26 الموجوده فيها دي واحده من الانترنال فاليديشن اللي موجوده اند فور فري. يعني انا دلوقتي عايز اعرف استادي جايه لي من بره وانا مش عارفه الفاليديت، هم عملوا الفرق كويس، هم قياساتهم حاجه ببلاش، فانا بعمل انترنال فاليديشن. الانترنال فاليديشن الثانيه برضو اللي احنا بنعملها ده كات اكزيل مش كده؟ ده انفيرو بنكيبر وده السن الجور. علاقه الفلو في الاثنين بعض ايه؟ ايكوال. ايكوال ليه ايكوال؟ طيب ايكوال يعني هو رايح ده مش زي ايه؟ انت من الرايح للجريك لازم يرجع. هو كل ده بالنسبه للدفاع المفروض يطلع بالظبط. لذلك واحده من الانترنال فاليديشن السهله جدا، كل سنتر بيعمل انترنال فاليديشن اللي هو اللي يحبه. لكن هو انتوا فاهمين ان احنا في طرق مختلفه، انت محتاج بس تفهم السيكونس بتاعتك. فانت الانترنال بينكيب فلو بيساوي السندنج اورتا فلو عند الدايفرام حاجه ببلاش برده، والاثنين بيتاخدوا وانكا، ودي حاجه مسميها انترنال فاليديشن. انا قلت العيوب بتاعه السيكونس، لكن العيوب كلها افايدبل. يعني انت لو فاهم وبتعرف تشتغل كويس فانت هتطلع ريزلتس از فيري كالكوليتد. حد عنده اي سؤال في ده؟ انا كده خلصت. احنا هنلعب شويه يعني البدا. احنا كلينك الامبليكيشن بتاع الكلام اللي قلته، احنا قلنا كيو اس اللي موجوده عندنا هي عباره عن اورتا او سوبر بنكيبه وانفير بنكيبه، والكيو بي اللي موجوده عندنا هي بالمونري ارتري او بالمونري فينز لو انت ربنا هيكرمك وتعرف تشوفهم كويس. احنا هنشوف الكلينيك الامبليكيشن بتاعت الكلام ده على الثلاث حاجات دول، الانتركارديك شانس والكولاترالز والسيرجيكال شانس. الشانس اللي هنتكلم عليهم اي اس دي وفي اس دي وبي دي، هنتكلم عن الثلاثه دول ونشوف الام ار اي هتعرف تساعدنا فيهم ازاي. قبل ما نتكلم عليهم نرسم رسمه كروت كده للنورمال. هنفرض ان الاكس اماونت دي عباره عن كميه البلاد اللي معدي موجوده عندنا. الرسمه دي بتقول لنا ده ليفت اتريوم، ليفت فنتريكل اورطه، رايت اتريوم، رايت فنتريكل بالمونري، كويس كده؟ طيب انا دلوقتي عندي اكس اماونت من الليفت اتريوم جايه من البالمونري فينز، عدت للليفت فنتريكل بقت اكس اماونت، عدت من الاورطه اكس اماونت، كويس؟ راحت سوبيرو بنكيبا وانفيرو بنكيبا اكس اماونت، نزلت للرايت فنتريكل اكس اماونت، طلعت من البالمونري ارتري اكس اماونت، رايح للبالمونري فينز اكس اماونت. طيب دلوقتي كيو بي كيو اس تتقاس ازاي وهي اكبر اصغر اقل واحد؟ يعني واحد اكبر يا اصغر؟ هي تتقاس ازاي كيو اس هنا ايه يا شيماء؟ بايه؟ وهما الاثنين هيطلعوا اكس اماونت دي. طيب والكيو بي يا اسماء هتطلع ايه؟ والاثنين هيطلعوا اكس اماونت. يبقى الحاله دي الكيو بي كيو اس بتاعتها كام؟ واحد. وعندك الستروك فوليومز كمان بتاعت الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل الاثنين زي بعض، الاثنين بيشيلوا ده. طيب هناخد بعد كده الاي اس دي. زغبي الاي اس دي ببساطه هو عباره عن اكسترا اماونت ايه معديه من هنا، كويس؟ امشي معاها كده. ماشي ماشي. ماشي. اوكي. كلكم موافقين على كده؟ موافقين على اللي هو قاله؟ هيتريس الاكسترا اماونت ببساطه ال 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 اس دي ده اكسترا اماونت وهو بيمشي معاها في الكارديك سايكل عشان دي ديورنج سيستري اند دايستري بقى عندنا كده. طيب امين الكيو بي كيو اس هنا كام؟
الكيو بي هنا مين فيهم الاول؟ كيو بي هنقسم ليه؟ من بالمونري ارتري. اول منين؟ والاثنين هيطلعوا ايه؟ اكس ايه اللي هي الاماونت نفسها. الكيو اس الموجود عندنا عباره عن ايه مينا؟ الاكس الكيو اس الموجود هي الاورتا او ايه؟ والاثنين هيطلعوا اكس. يبقى عندنا هنا في الحاله دي الكيو بي كيو اس عندنا هنا واحد اقل اكتر من واحد. ومين البنتريك الفوليوم اوفرلودد؟ لا فهمتوها كده؟ فهمتوها ليه رايحه اطلعها ازاي ده؟ طيب البي اس دي مينا البي اس دي اكسترا فوليوم اماونت من ال بي على الار بي هتمشي ازاي؟ ار بي اكس ايه؟ ار بي هيبقى اكس ايه؟ ار بي هيبقى اكس ايه؟ هيبقى اكس ليه؟ عشان احنا بنشنطد ديورنج سيستري فهي مش هتبقى. عيد تاني مين اللي هيبقى اكس ايه؟ ماشي. وبعدين؟ بالمونري فينز هتبقى اكس ايه صح؟ تنزل تاني للليفت اتريا. وبعدين؟ ديورنج دايستري. وبعدين؟ اللي هتروح للبلمونري. يبقى انا لما اجي احسب هنا الكيو اس الموجود عندنا الاورطة او السيبير بنكيبة والانفيرو بنكيبة الاثنين هيدوني ايريات ايه؟ اكس. والبلمونري ارتي او البلمونري بينز الاثنين هيدوني ايريات ايه؟ يبقى لما احسب الكيو بي كيو اس هنا هلاقيها ايه؟ بس البنتركل اللودد هنا هو مين؟ الليفت بنتركل. فهمتوها كده؟ يبقى دي برضو كلها قياسات عادية فيري بيزك بالام ار ار. طيب نيجي عند البي دي ايه؟ البي دي ايه صار بي دي ايه اكسترا اماونت موجوده هنا بين ذا اورتا اند ليفت بالمونري ارتري صح؟ طيب نقيسها ازاي؟ هو الاكسترا شنط حصلت عند مستوى الليفت بالمونري كويس الموجوده هنا او الكونكشن موجوده عندنا. ترجع لللونج ايه؟ ترجع من اللونج اكس ايه عجامة البرمونري بينز اكس ايه تنزل للليفت فنتركل اكس ايه وتروح للاورطة وتدي هنا الايه اللي موجودة عندنا هنا صح؟ طيب والاكس اللي موجودة عندنا هنا في الاورطة رجعت للسوبيريو فينيكيبا عبارة عن اكس وبعدين هنا اكس وبعدين راحت لهنا قبلت وصلت للبرمونري ارتري اكس. لما نيجي نقيس هنا في الام ار اي انا حتى الخطين دول هو احنا بنقيس عند البرمونري بالب زي ما احنا شفناه تو اورثوجون هي كمية البلاط هنا ايه؟ وكميه البلاط هنا ايه عند البالس اكس ايه عشان هي كمان واخده البي دي ايه. لذلك دي الحاله الوحيده بالام ار اي اللي مش هنستغرب لما نقيسها ان احنا نلاقي عندنا الليفت بنت فوليوم لودد ليفت بنتريكل بس عندنا بقياساتنا لو احنا حسبنا الكيو بي عند البالمونري ارتري هتطلع اقل من واحد ومش هنستغرب والعيان ده امتى العيان ده تطلع الكيو بي كيو اس بتاعته اكتر من واحد بالام ار اي اقيس فين؟ لو قست ال بي اي والار بي اي وجمعتهم على بعض هلاقي الشنط اللي انا بدور عليه فهمتوها؟ او لو قست البالمونري بينز مش كده؟ لو قست البالمونري بينز. طيب هحط لكم مثال هنا حلوه عندكم انتوا في البيت يعني هي مجرد اكسرسايز على اللي احنا قلناه. طيب هتلاقوا مثلا ده موجود بحلوها هي بس اكسرسايز عليه. بي كيرفول هي الام ار اي بتقول لك كيو بي كيو اس جلوبالي لكن لو عندك اي اس دي وفي اس دي هي ما تعرفش مين فيهم اللي something more than the other. فهمتوا الجزئيه دي؟ يعني لو عندي دبل ليجن الموجود عندنا هو نعرف ان توتالي الكيو بي بيعدي من مين فيهم مور سيجنيفيكانت. ما عنديش استباب ما عنديش اكسجين ساتوريشن يقدر يقول لي هو مين اللي بيعدي. انا عارفه ان اللونج بيعدي فيها ثلاث اضعاف اللي بيعدي في الاورطة بيعدي من اي اس دي او من بي اس دي ما اعرفش. فهمتوها؟ احنا بنعدي قولي مين بس في البي دي اه نعرف بقى الكيو ماشي. احنا روتينلي في عيانين الكونجنتال بنقيس عند الاورطه والبرمونري كويس بنقيس عند الاورطه والبرمونري فيري فيو سنترز اللي بتاخد كمان البرانشات ال بي اي والار بي اي. لو انت وقفت عند روتين اكزامينشن بس هنا فانت قست الاورطه لقيته فوليوم عالي من انتز البرمونري عندنا هنا اقل الكيو بي كيو اس هنا اقل من واحد لكن هو مش ايزمنجر عشان الليفت سايد هو اللي دايليتد فاهمني اقصد ازاي وعشان عنده ضغط. لذلك فيري نورمال ان الريبورتات الام ار اي تطلع
يقول لك ليفت فنتريكولار دايليتد والكيو بي كي اس من واحد على فكره دي بي دي اي اند فوليوم اوفرلود على الليفت فنتريكل. فهمت جت منين؟ جت من حته القياس اللي انت قست منه. طيب لو احنا زي عندنا هنا في اسوان سوفيستيكيتد سنتر احنا بناخد ال بي اي والار بي اي، يبقى معنى ذلك ان لما تقيس البرمونري مثلا هتلاقيه 100، لما تيجي تجمع ال بي اي والار بي اي الاثنين من بعض تلاقيهم 150. يبقى ال 150 دي جت منين؟ فهمتها؟ بس عشان هي المكان اللي انت بتقيس فيه. طبعا. فهمتها؟ طيب. اللي مش هيعرف يحل المثال يقول لي واحنا هنحله. احنا دلوقتي برضو قدامنا نص ساعة كده احنا ده تروجيو فالو مش كده؟ عايز اعرف الكيو بي كيو اس بتاعته فين وقاسها منين؟ الكيو اس عندنا هنا منين؟ في الدوتروجي فالو، مش عشان حطينا الدوتروجي فالو قلنا اتخض. هي منين؟ من الاورطة او؟ عادي يعني حطينا بس على والبلمونري الكيو بي جاي منين؟ من البلمونري ارتري او الاي بي اي او الار بي اي لو انا جمعتهم الاثنين على بعض والبلمونري فينس اللي موجودة فيها صح؟ طيب هو الكيو بي كيو اس هنا اقل من واحد ولا اكتر من واحد؟ اقل من واحد. برافو، اقل من واحد ليه؟ عشان ده برمونري سنوز، في برمونري سنوز سلو برمونري بلاد. انا هقفهم على فكره هم عاديين مفيش اي حاجه حصلت، بس هتطلع الكيو بي كيو اس اقل من واحد وعشان كده احنا هنتدخل. فالكيو بي كيو اس هتبقى اقل من واحد. انا عندي توتولوجي فالو ويز كولاتراكس ويتش از نوت رير. اعرف منين بقى بالام ار اي كده ان انا عندي كولاتراكس؟ الكولاتراكس الاول جايه منين؟ كولاتراكس بلس من الاسنان، كولاتراكس بتطلع من الارش والافر والافر اسندنج الموجودين من الافر اسندنج. سوري ما بتطلعش من الاسندنج بس بتطلع من الارش والافر اسندنج. طيب انا عايز اعرف الكيو اس. انا عايز اعرف الكيو اس الموجوده عندنا بتساوي ايه؟ بتساوي اورت مش صح؟ ليه؟ هو الاورت معدي فيه ايه؟ معدي فيه الكيو اس، بس معدي فيه الدم اللي رايح لللنج. هي كولاترالز دي بلاد سبلاي سيستميك ولا بلاد سبلاي بالمودري؟ بالمودري هي طالعه من السيستميك، بس دي زي دي اكسترا شنط الموجود فيه. انا عايز اعرف اللي راح للجسم بس اللي هو الكيو اس الموجود عندنا يبقى ايه؟ يبقى في حالات التترولوجي فالو هو انا باي ديفولت عشان انا ما بقاش عارف عندي كولاترز ولا لا. انا في حالات احنا قلنا المره اللي فاتت في الفالو كده، بس هو انت عرفت بكولاترز ولا لا مني؟ هو انت لازم تقيس الاورطه وتقيس السبيرو جينيكيبا والانفيرو جينيكيبا والاثنين يطلعوا قد بعض، فساعتها تقول انا ما عنديش كولاتر صح؟ عشان كل السيستميك سيركليشن رجعت تاني في السبيرو جينيكيبا والانفيرو جينيكيبا. يبقى اول حاجه بنقولها ان حساباتنا في التتروجيو فالو بنقول عليها اس نوت ده اورتك فلو، عشان الاورتك فلو بيساوي الكيو اس بلس الكولاترالز فلو الموجودين عندنا صح. انا عايز اقيس الكيو بي ما بيساويش البلمونري ارتري صح؟ ليه؟ عشان هو عباره البلمونري ارتري هي مش بس البلمونري فلو، لكن الكيو بي الموجود عندنا بلمونري ارتري فلو زائد كولاترال، بس فيري تشالنجنج ان احنا نعرفها. او تقيس البلمونري فينت اللي هي اصعب اكتر بقى انك تظبطها والفالسز موجوده فيها. فاحنا هنسيبنا خالص من اي حد بيقول لنا بالمونري بينز ونشوف بقى بالمونري ارتري فلو زائد كولاترال. بالمونري ارتري فلو مقدور عليه، هقيسه هنا او اقيس ال بي اي وار بي اي. انا باقي لي فلو كولاترال كويس اجيبه منين؟ شاطر ماشي خلاص فهمتوها. يبقى احنا دلوقتي قيستها هاو تو ميجر كولاترال فلو. كولاترال الموجوده عندنا اللي موجودين فيها بتطرح الاسيد، بتجيب الاسيندنج اورطه وتطرح منه الاس بي سي اللي موجوده عندك، اس بي سي زائد اي بي سي، ولو عندك اثنين اس بي سي اجمعهم على بعض عشان يعني هي عباره عن ميكانو انت تفهم بس. يبقى انا وريت مثالين تترولوجي فالو كل الناس قالت ستريت فورورد انا هقيس اورطه وبالمونري كومبليتلي رونج. الكولاترالز مش قليله ابدا في تترولوجي فالو، لذلك في تترولوجي فالو انت لازم تمشي ان سيستماتيك واي. اورطه لازم يساوي سوبيريو فينيكيبا وانفيريو فينيكيبا علشان تقول ان ما عندكش كولاترالز. وانس انك لقيت فرق ما بينهم الفرق ده رايح لللنج، رايح لللنج الموجود عندك، تجمع الفرق ما بينهم زائد البلمونري ارتري تعرف الكي بي كيو اس. فالسس كتيره في ريبورتات الفالو تلاقي العيان مش ازرق والعيان كويس والسكريشن بتاعه 90 ويطلع لك على فكره هو الكي بي كيو اس بتاعتك 4/10 كان فارغ. جت 4/10 منين؟ جت ان هو يمزد ان عنده بي دي اي، يمزد ان هو عنده كولاترالز موجودين فيها. فهمتوها؟ تحفظوها ازاي؟ يبقى انا ما بعرفش
قبل ما بشتغل على عيان الفالو هو عنده كولاترا ولا ما عندوش. يعني دماغي دايما في عيان الفالو مترتبه اورطة سوبر فينيكيبا وانفيرو فينيكيبا، لو لقيت فرق اجمعه بصرح البرمونري. فهمتوها؟ طيب هنتكلم على الشنطه بتاعه الجلال. كويس، هنتكلم على اول حاجه الشنطه بتاعه الجلال without forward flow هو ترانسكشن للبلمونري ارتري، وعندنا المنظر الكلاسيك بتاع الجلال ده. كويس، الكيو اس اي والكيو بي اي ونحسبها ازاي؟ كويس، ايوه انت على الاورت اللي المفروض يساوي ايه؟ هو لما حطنا على البطنري ما بنعملوش اورطه، يبقى صح اللي انت قلتيه في الاول، الاورطه حالات الجلال لازم يساوي في الجلوبين كيبا والجلوبين كيب. هو ده الكيو اس بنقوليها، ودي ده احنا صحيح وديناه البلمونري بس بناخده منه تاني عشان هو عشان الاس بي سي ده اللي جايب دماغه وايديه، ما هو راحت له من الاورطه فده ترجع. فهنا الاورطه فلو اللي لازم يساوي في الجلوبين كيبا والجلوبين كيبا. الكيو بي عندنا بيساوي ايه؟ الاس بي سي فلو او البلمونري فينس لو تعرف تقسم، يعني لو تعرف تقسم يبقى اسم، بس هو بيساوي سوبيرو فينيكيبا فلو. طيب عندي جلاند وذ فينو فينو كولاترا. عرفت منين ان عنده فينو فينو كولاترا؟ بزرق مشيته 6 مينيت ووك تيست بتاع، مفيش حاجه اتغيرت. الكيو بي كيو اس الموجوده عندنا هنا زي ما هي، خلاص هنقيس الاورطه والانفيرو فينيكيبا والكيو بي الموجوده عندنا. ازاي اعرف ان في فينو فينو كولاترا؟ ماشي، حد شاطر ماشي. طيب عشان بيكتب كتير، هو انا دلوقتي عندي فينو فينو كولاترا صح؟ هو ده فينو فينو كولاترا، هي كولاترز ان ذا سيستميك صح؟ هي مش هتزود لك الكيو بي ولا هتزود لك الكيو اس، هي هتلخبط لك حسابات السوبيرو فينيكيبا والانفيرو فينيكيبا. بمعنى ايه؟ انك لما تيجي تلاقي السوبيرو فينيكيبا هتلاقيه 8 في الوقت مثلا اللي بتلاقي الانفيرو فينيكيبا بقى 30 في وجود مثلا ان الاورطة اللي جنبه ده 22. هو جاب السبع ملي زياده دول منين؟ من الازجز اللي راجع له مره ثانيه. يبقى احنا دلوقتي الاي بي سي بيساوي الاورطة في ديسندنج باي ديفولت الا في حالات الفينو فينو كولاترال. اول ما تلاقي الاي بي سي عندك زياده سسبكت، وياما حالات بنشتغلها بنقول على فكره يا جماعه الاي بي سي فلو عالي، احنا ما بنشوفش كولاترالز بالام ار اي زي ما بنشوفها بالسي تي منوره قوي كده. وكمان الام ار اي ستارجتد سيكونسز، السي تي فوليوم كله على بعضه، ساعات لما بنلاقي فلو زادي نقول يا جماعه عيدوا السيكونس مره ثانيه او اعملوا سي تي في فينو فينو كولاترال. فهمتوها دي؟ طيب هنتكلم على جلان ويز فورورد فلو، وده الموست كومن في اسوان. انا عندي جلان ويز فورورد فلو اللي موجوده عندنا مع الكيو اس يا اسماء. ها احنا وداس سوبر فينيكيبا بس بيرجع مره ثانيه اورطه والاس بي دي والاي بي سي. هو انتوا واخدين بالكم الاي بي سي بيروح بالمنري برضه بس عادي قشطه، ما هو احنا وراح احنا بعتناه في الاورطه ورجع ثاني موجودين فيها. فالكيو اس اللي موجوده عندنا ويز فورورد فلو هو الاورطه والاس بي سي والاي بي سي. الكيو بي بقى هنا بتساوي ايه؟ اس بي سي زائد البلمونري ارتري. او انك انت لو مش عارف تحسب ساعات ده بيبقى اتريتك قوي، بيبقى صغير قوي، ولا عارف اشوفه بربنديكولار ولا عارف اجيب له اورثوجونال بليه، اخد ال بي اي زائد ار بي اي واقطع السوبيرو فينيكيبا واقيس. فاهمين يا استاذ ازاي؟ الفرق ما بين الجلان والجلان ويز فورورد فلو ان ال بي اي والار بي اي دول مش فاضيين. فاهمين يا استاذ ازاي؟ فينفع ده او لو قدرت تجيب البلمونري فينس يبقى هاته، لكن هنا ساعات البلمونري هنا بيبقى بيرستينوتك والجريزنت عليه بيبقى عالي قوي، بيبقى 4 متر او 5 متر اللي موجودين فيها، فبيحصل عندنا فالسس كتير. اطلع بره البلمونري وخد ال بي اي وار بي اي واقطع سوبيرو فينيكيبا واجمعهم مع بعض هتعرف عندك الكيو بي عندك قد ايه. وتاخد في حالات الجلان، وكل حالات الجلان ناخد ايه؟ تحت
السيلنج والاي بي سي تكسود البين بين كلاتر. الفونتان سيركيليشن احنا بنخلص خلاص اخر دقيقتين. الفونتان سيركيليشن الكيو بي والكيو اس. الكيو اس حاله فونتان ايه؟ اورت او اس بي سي واي بي سي. والكيو بي بتساوي ايه؟ اس بي سي بي سي او ومفروض ان كلهم بيساوي. احنا رجعنا للنورمال تاني فاكرين لما كنا قلنا اول سلايس خالص المفروض ان الكيو بي كيو اس تكون ايه؟ واحد. امتى تبقى الكيو بي كيو اس عندنا اكتر من واحد؟ وانت بتجاوب عادي. انت بتجاوب عادي. حد معاك يجاوب. سؤال مش فهمته ولا حد معاك يجاوب ايه؟ كيو بي كيو اس احنا رجعنا للنورمال فاكرين لما قلنا اكسبت بس ان انا ما عنديش فورورد فلو عندنا هنا من احنا في النورمال قلنا اورتا سيبر بنكيبا وفير بنكيبا وقلنا بالمونري او بالمونري فينز فاكرين اول واحد هنا احنا قصينا بالمونري فبقى سيبر بنكيبا وفير بنكيبا. لما كيو اس بيساوي سوبر بنكيبا زائد انفيرو بنكيبا وكيو بي بيساوي انفيرو بنكيبا زائد سوبر بنكيبا تبقى كيو بي كي اس كام في الفونتان؟ واحد. انا بقول لك ان في فونتان الكيو بي كي اس بتاعته يعني ان كيو بي كي اس تبقى اقل من واحد تبقى يبقى الاورتا فلو اعلى يبقى الاورتا فلو اعلى في الفونتان من البلمونري فلو عشان يوجوالي بنعمل حاجه اسمها فينستريشن ما بتذاكروش الحاجه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت لما بيبقى عندنا بريشر عالي بتشنت فروم ذا بالمونري تو ذا سيستميك فهي هتبقى كيو اس بتاعتنا اكتر من واحد. لذلك لما نلاقي في الفونتان ان كيو بي كيو اس بتاعتنا اقل من واحد يعني ان الاورطه بياخد اكتر من البالمونري نقول ان الفينستريشن دي سيجنيفيكانت. فهمتوها؟ طيب كان في شنط على فكره بس مش عارفه هي السلايد راحت فين بس انا يعني الشنط هي فكره الكولاترال يعني هي الشنط فكره الكولاترال يعني بس انت وانت بتحسب البرمونري فلو لو عندك بي تي شنط ال بي اي ار بي اي زائد الشنط ودايما نحاول ناخد الفلوهات بروكسيمال مش داستر عشان ما ندخلش في فكره البايبروكيشن. لذلك احنا بنقول دايما بناخد الار بي اي قبل الجلان وناخد معاه فلو جلان اس مور اكوريت عما تاخد الار بي اي ديستر تو ذا جلان عشان ديستر انت مش عارف فيه ايه. فاهمين اقصد ازاي؟ فاهمين؟ هبقى ازودها ان شاء الله في السلايدز قبل المحاضره. ماشي انا كده خلصت تيك هوم مسج الموجود عندنا ايه؟ الام ار اي از فيري يوسفول لحسابات الكيو بي كيو اس از فيري اكوريت فيري اكوريت انت بتقيس بالملي لتر بالكارديك برمالك. كل الحاجات اللي احنا قلنا على السيرس اوف ايرور از افويدبل يعني انت مش محتاج انك تعملها انت محتاج تبقى انت فاهم انت بتشتغل ازاي والتكنيكس بتاعتها سهله. انت محتاج تفهم الباثولوجي بتاع كونجنتال هارت ديزيز انت محتاج تفهم العمليات اللي بتتعمل زي ما بنعمل الجيسيسي والحاجات اللي ازاي دي عشان تقدروا تفهموا الباثولوجي الموجوده ليه. محتاج تقرا كلينيكال داتا محتاج تقرا كلينيكال داتا محتاج تقرا كلينيكال داتا عشان لو الساتوريشن 90 يعني او الساتوريشن 100% ما تنفعش تيجي تقول لي على فكره كبي كيو اس 0.4 مش هينفع. فاهمين يقصد ازاي؟ فانت لازم الشيت بتاع العيان يبقى معاك. انت محتاج ترسم هاند دروينج يعني كتير قوي من الحاجات بتاعت الكولاترالز على فكره نسيت اقول لكم ان الكولاترالز مفيش اجماع قد ايه سيجنيفيكانت كولاترالز بس الناس رافلي بتقول ان الكولاترالز لو اكتر من 20% من الكارديك اوتبوت او الستروك فوليوم الموجود عندك تبقى سيجنيفيكانت بس الكلام ده اس ريسيرش الموجود عندك. انت لما تبقى قدامك حاجه انت مش فاهمها ارسم بايديك هتبقى انت عارف الدنيا ده مكتوب على فكره في النسبه للبيرسونال ريكومنديشن الموجود عندك. انا كده خلصت. عندك اي سؤال؟ Thank you.